دخلت أمس السبت آخر قافلة مساعدات إنسانية أممية بحسب آلية التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر الحدود، فما مستقبل هذه الآلية؟ مع انتهاء التفويض الأممي الحالي للمساعدات الإنسانية، دخلت أمس آخر قافلة مساعدات أممية عبر معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا شمالية محافظة إدلب شمال غرب سوريا. قافلة المساعدات الأممية ضمت 30 شاحنة مؤلفة من سلال غذائية وصحية، توجهت 26 منها إلى مناطق إدلب وأربع شاحنات باتجاه مناطق عزاز بريف حلب الشمالية. وفي بيان أفاد ما يعرف بفريق منسقو استجابة سوريا أن هذه القافلة هي الأخيرة بعد انتهاء التفويض الأممي بانتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن لإصدار قرار جديد ووضعه حيز التنفيذ والمضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري يضمن تدفق المساعدات الإنسانية. الفريق بيّن أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس بلغ منذ البدء في تنفيذ القرار 64 شاحنة على أربع دفعات تتجاوز المدة الزمنية بين كل دفعة أكثر من شهر. كما أوضح البيان أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود بلغ منذ إصدار القرار 8372 شاحنة، فيما تمثل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس أقل من 1% من إجمالي المساعدات. ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة جديدة في 10 يناير كانون الثاني الجاري لتقديم مقترحات جديدة بهدف تمديد الآلية العابرة للحدود. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 12 يوليو تموز الفائت القرار 2642 لعام 2022، جدد بموجبه آلية تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى لسوريا لستة أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة شرط تبني قرار خاص جديد. وحاز القرار آنذاك على تأييد 12 دولة فيما امتنعت كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا عن التصويت بعدما استخدمت روسيا حليفة الحكومة السورية الجمعة الماضية حق النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام إضافي. تنضم إلينا من القاهرة سعاد خبية صحفية وسياسية سورية. أهلا بك أستاذة سعاد. إذا نتحدث عن دخول آخر قافلة مساعدات أممية بالأمس إلى مناطق شمال غرب سوريا، ما المتوقع بعد انتهاء التفويض بالعمل بهذه الآلية؟ أستاذة سعاد، عفوا، مساء الخير أستاذ علي، مساء الخير لمشاهديكم. بالتأكيد نحن يعني مقبلون على أزمة إنسانية كبيرة، خاصة مع الوضع الدولي العام وحالة الاستقطاب الدولي اليوم، والتي للأسف سيدفع ثمنها بالتأكيد سكان المخيمات والأشخاص الأشد عوزا والأشد فقرا في شمال غرب سوريا. نحن نعلم يعني وكما ذكرتم في التقرير السابق أن هناك معارك ضارية دبلوماسية خيضت سابقا لأجل تمديد القرار الدولي الخاص بوصول المساعدات والمعمول به منذ عام 2014 لما أذكر، تم تمديده فقط لستة أشهر طبعا بضغوط كبيرة يعني مورست لتقبل روسيا. كان المطلوب أن يتم تمديد القرار لمدة عام، ولكن
لمدة 6 أشهر فقط، تنتهي الآن. الآن أيضا يعني روسيا تتمترس بشكل كبير مع يعني تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والموقف الغربي من يعني من الحرب. بالتأكيد روسيا ستستخدم هذا الملف كورقة سياسية، ورقة ضغط لأجل يعني إحراز يعني استفادات ما واستفادات كبيرة أعتقد لصالح النظام السوري، إذا استطاعت فعليا منع وصول المساعدات عن طريق معبر باب الهوى وتحويلها إلى مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة السورية، وبالتالي يعني ستترك في يعني بهذه الحالة ستترك كل يعني كل الحبال، دعني أقول، مع بيد النظام السوري. نحن طيب نعلم باعتقادك هل ستنجح موسكو في هذه المساعي وحتى دمشق يعني في لإدخال المساعدات عبر خطوط التماس، هل سينجحون بذلك؟ أعتقد أنها يمكن أن تسبب بلبلة وضغوط، ويعني ما يستدعي قد يستدعي بعض التنازلات، ولكن لا أعتقد من يعني حالة الاستقطاب الدولي اليوم تجاه روسيا يعني أن هذا الموضوع يمكن أن يترك لها يعني بهذه السهولة. ولكن للأسف دائما يعني كما ذكرنا أن السوريين و4 ملايين سوري في الشمال السوري لربما يعني يكون ورقة تفاوض ما بين هذه الأطراف، لا نعلم. يعني أنا لا أتفائل كثيرا يعني بالسياسة الدولية، إضافة لأني لا أتفائل أيضا بالضغوط يعني بضغوط من السوريين وضغوط منظمة من السوريين والمعارضة السورية باتجاه تحقيق مكاسب في هذا الشأن. نحن نعلم أن يعني الضغوط هي من منظمات، لربما منظمات سورية، وعلى يعني ومن موقع ضعف وليس موقع قوة، يعني على استحياء وجهود فردية. لا يوجد ضغط حقيقي وكبير من طرف يعني السوريين لتحقيق فعليا يعني دعني أقول استفادة كبرى. أيضا يعني النظام والروس يعملون بشكل متماهي إلى حد ما، كون مصالحهم مشتركة، ويعني على طول الخط يعتبرون يعني مصالح النظام هي مصالح بالنسبة لهم، وبالتالي لربما يعني سيكون الأمر صعبا. ولكن يعني كما ذكرت أمام حالة الاستقطاب الدولي والموقف الغربي من روسيا اليوم يعني لربما يكون هناك شدة طيب. إلى حد ما في هذا المسألة. طيب في 10 من هذا الشهر يعني بعد أيام هناك اجتماع لمجلس الأمن حول هذا الموضوع، موضوع المساعدات الإنسانية إلى سوريا، هل يعني تعتقدين أن تطرح أطروحات ومقترحات جديدة بعيدا عن موضوع يعني آلية عبر الحدود أو آلية عبر الخطوط، بعيدا عن هذه الآليات؟ يعني اليوم المنطقة كما يعني نعلم جميعا هي على يعني على صفيح ساخن كما يمكننا القول. اليوم هناك إعادة يعني إعادة تمترس من بعض الأطراف، إعادة رسم خطوط علاقات جديدة، علاقات ما بين يعني الدول مع النظام السوري. يعني بالتأكيد لا يمكننا تجاهل اليوم التوجه التركي باتجاه إعادة العلاقات مع النظام السوري مع دمشق، وبالتالي سيكون لهذا الأمر يعني منعكساته على يعني على هذه القضية. هذه الانعكاسات باعتقادك هل ستنعكس سلبا أم إيجابا؟ لأنه تركيا كما تعلمين هي كانت سابقا تصر على إدخال المساعدات عبر الحدود فيما ترفض موسكو ذلك، إذن هذه الانعكاسات باعتقاد ستكون سلبية بالنسبة للشعب السوري في تلك المناطق وحتى غير مناطق أخرى أيضا.
هذا هو المخيف بالموضوع اليوم، يعني هذا للأسف سيكون يعني فاقد الدعم التركي لهذا الملف. أعتقد أنها مسألة كبيرة وأساسية ومصيرية بهذا الموضوع. الأتراك تحدثوا عبر تصريحات رسمية عن ليس فقط عن إعادة العلاقة مع النظام، ولكن يعني ذهبوا في أبعد من ذلك، تحدثوا عن يعني إعادة سيطرة النظام، أو لربما حسب يعني التصريحات أنهم لربما لاحقا ووفق حل سياسي معين أنهم مستعدون لإعادة العلاقات مع النظام. يعني هذا الكلام بالنسبة للسوريين يعد كلام خطير وكلام مرعب، ويعني وسيترك يعني صداه الكبير فعليا على الداخل السوري، أيضا على ما يمكن أن يعني يتمخض عن الاجتماع الدولي بعد أيام في مجلس الأمن حول موضوع المساعدات. هناك خلط للأوراق، حقيقة أرى من الصعوبة تكهن ماذا يمكن أن يعني أن يخرج، ولكن ما يجعلني إلى حد ما يعني لدي هامش من يعني من التفاؤل مثلا، ليس التفاؤل ولكن يعني من التوازن في هذه المسألة، هو الموقف الغربي عموما، الموقف نعم. الأمريكي والموقف الأوروبيين من قضية الحرب الروسية على أوكرانيا. لا أعتقد بأنهم لربما سيسمحون بتسجيل هذه النقطة عليهم في هذه المسألة. سؤال أخير نسأل هنا، السوريين الذين كانوا يتلقون مساعدات، وهي أيضا متهمة بأن هذه المساعدات تصل منقوصة بسبب فساد في عمل المنظمات الأممية أو المحلية، كيف سيكون مصير هؤلاء الناس؟ كيف سيتدبرون أمورهم؟ يعني عندما نتحدث عن الشمال الغربي، نتحدث على الأقل عن ما يقرب من 2000 أو أكثر من 2000 مخيم، مخيم مسجل. هناك العديد من المخيمات، الكثير بل ربما مئات المخيمات غير المسجلة أيضا. نتحدث عن مستويات متدنية إلى يعني درجة مخيفة حسب بعض الإحصائيات التي خرجت من بعض المنظمات ومنها منسقو الاستجابة أتيتم على ذكره في التقرير. ذكر يعني حسب بعض تقاريرهم أن 84% من سكان مناطق شمال غرب سوريا يعيشون تحت خط الفقر. هذا يعني هذه النسبة المرعبة ستشكل مشكلة كبيرة في حال فعليا قطعت المساعدات. نحن نعلم أن الحياة عموما في شمال غرب سوريا وفي حتى يعني باقي المناطق أصبحت تعتمد بشكل كبير جدا على المساعدات. لا يوجد عمل، لا يوجد توظيف، نسبة بطالة عالية، كل ذلك يعني سيخلق أزمات اجتماعية كبيرة جدا تحتاج إلى يعني إلى حل، لربما سيدفع لموجات نزوح جديدة وكبيرة ستترك بآثارها على الدول الحدودية وأهم تركيا بالتأكيد. وبالتأكيد يعني طبعا هذا الحال المأساوي ليس هو في مناطق نعم كما تفضلتي، ليس فقط في شمال غرب سوريا، كل المناطق. حتى كان هناك تجربة عندما أيضا أغلقوا المعبر العربي على مناطق شمال شرق سوريا، أيضا عانت الويلات، هذه المناطق ما زالت تعاني من هذا الحصار. أشكرك جزيل الشكر في نهاية هذا المحور من القاهرة سعاد خبية صحفية وسياسية سورية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أشكركم على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء.